أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما قال الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من
فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء مرج البحرين يلتقيان بينهما فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء وصدق الله.